الأردن، أو رسمياً المملكة الأردنية الهاشمية، هي دولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا، تتوسط الشرق الأوسط بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، والجزء الشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية. يبلغ عدد سكان الأردن حوالي 9,600,000 نسمة، وتبلغ مساحتها 89,200 كيلومتر مربع. تحيط بالأردن 5 دول: المملكة العربية السعودية من الجنوب، وسوريا من الشمال، والعراق من الشرق، وفلسطين من الغرب. كما يشترك الأردن مع جمهورية مصر العربية بحدود مائية في خليج العقبة. تعد عمان عاصمة الأردن ومركزها التجاري والإداري والاقتصادي، وهي أكبر محافظات الدولة من حيث عدد السكان، وثالث أكبر محافظة من حيث المساحة. يتعامل الأردنيون بالدينار الأردني كعملة رسمية للبلاد، ويتكون الدينار الواحد من 1000 فلس، بما يعادل 100 قرش أردني. يقسم الأردن مناخياً وجغرافياً إلى 3 مناطق أساسية، الذي يضم منطقة الغور التي تعد المنطقة الأكثر خصوبة في البلاد، ونهر الأردن، والبحر الميت الذي يتميز بكونه أخفض بقعة على سطح الأرض. أما المنطقة الثانية فهي المرتفعات الجبلية، والتي تتمتع بكميات وفيرة من الأمطار، ما يجعلها مركزاً لمعظم المراكز السكانية في الأردن. والمنطقة الثالثة الصحراء الشرقية، التي تمثل 75% من مساحة البلاد، ويسودها مناخ صحراوي جاف وحار. يعتبر الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط، ويعود ذلك أساساً إلى أهميته الدينية والتاريخية. ويتمتع الأردن بمواصفات أخرى تجعله مقصداً للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة.